اليوم وأنا في عملي كالعادة أتت امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، بينما كنت أقدم لها الخدمة بكت هذه المرأة بكاء شديدا، فتعجبت وسألتها: سيدتي لما تبكين؟ فأجابتني بصوت حزين: إنني أعيش لوحدي ولا أقدر على مصاعب الحياة. فسألتها: أليس لديك أبناء؟ فشهقت بكاء مريرا قائلة: لقد مات زوجي وتركني أقاسي ما تبقى لي من العمر. وتنهدت وقالت لي: لي 5 أبناء ولكن لا أحد يسأل عني ولو بكلمة، ولا أحد يزورني، الكل انشغل في حياته وكأنني لست موجودة. فنظرت إليها نظرة حزن وتعجب وعينا باكية وخائفة في نفس الوقت، لأن لي أنا أيضا أبناء وهم صغارا. لقد تخيلت الموقف وخفت أن يقع ذلك أو يحصل ذلك معي. فتنهدت المرأة مرة أخرى وسألتني: هل لديك أبناء؟ فقلت لها: نعم. فقالت لي: أنصحك ابنتي بشيء واحد، علميه لأولادك أن الأم لا يعوضها أحدا، لا أحدا يملأ مكان الأم في هذه الدنيا. ثم ذهبت باكية هكذا تجر قدميها. الحقيقة لقد أثرت في هذه المرأة كثيرا، فأردت أن أروي لكم قصتها، وأسأل الله هذا الدعاء: أن يمتعنا الله ببر أولادنا في حياتنا، وأن يرزقنا الله الرحمة كي نبر أبائنا برا يرزقنا به الله خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اسقي أمي وأبي الفرح دون اكتفاء، ولا تريني فيهما بئسا يبكيني. اللهم اجعلهم ممن تقول لهم النار اعبروا فإن نوركما أطفأ ناري، وتقول لهم الجنة اقبلا فقد اشتقت إليكما. اللهم اغفر لهم يا رب، وارحمهم يا رب، وأطل في عمرهما يا رب، وارزقهم الصحة والعافية يا رب. اللهم متعني ببر أولادي يا رب العالمين، واجعلهم من الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم متعني ببر أولادي في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، أرجوك.